أولا مكونات أو مشتملات النفقة، هذه اللي ذكرناها من باب الإعادة، الماء والغذاء والكساء والإيواء والدواء، وذكر الفقهاء ما يعتبر من النفقة في العرف والعادة، والفقهاء شاطرين ربط المسألة بالأعراف بالعرف، لأنه ما كانش نص يقول لك دير كذا وكذا ولا كذا، قال انفق. والسلام يختلف من حالة إلى حالة، من عرف إلى عرف، من وقت إلى وقت، ومن ظرف إلى ظرف. نشرح النفقة يجي سلامس لأنك يحوجه مثال، أما ذي القوث، أما ذي اللبسان، أما ذي السكنة، أما ذي الدواء، أما ذاق على حسب ثعرفيث، ثعرفيث سعى زال ما إلا سمحتي ولا الزمن. لو كان نوغى الزيك مثلا، زيك ذا شو النفقة الحد الأدنى، مثل النفقة ثرنا خطر زاد دونيث أخام زيك ولا شريك سلا ماشينا لافي سورة الله زيك ولا شي فورنيناكيا كل شوالا ثورة اللان زيك صحمين بدنسو صغار ثورة خاطي يا أخي نلقى شوفاج سنترال ضد الدونيثيا زيك نشفى المرأة لو كانت تقول بنتها، لو كانت تقول يا إما نحتاج نقول للراجل نتاعي باش يشري لي ماشينا لافي، تقول كيف ما عندكش اليدين يزمني فاسني مساضري فاسن، يعني الأم ترفض من بنتها باش تطلب من زوجها باش يشري لها ماشينا لافي. يا وضرك ماشينا لافي هذه بلا ما نقول، حضرك يقول لك ماشي ماشينا لافي، كاين ماشين ثاني واحد اخر يتغسل المعن انا عميه أو يفدل الزمان زيك ثلاوين المساء يروحوا لثالة أسيدي ولا للقلتة للواد يغسلوا ويخلوهم للشمس والعشية والليل. الحياة كانت بسيطة ولكنها جميلة جدا، ثذرت تسعى السر ثور الحياة معقدة، الوسائل موجودة، تفنن في الوسائل، وروح بلا ما نهضروا على الأجهزة لبورتابل مش عارف ايه، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يفدل الزمان. لذلك الشريعة صالحة لكل زمن ومكان، هو ربي سبحانه قال بالمعروف، ربي قال في القرآن وعلى المولود مثلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، معنى الشريعة ترافقنا في كل زمان ومكان وترفع عنا الحرج. معنى إذا كان أرنا مسلمين يلا كل واحد واش يقدر، ممكن تا عندك زوج ولادك واحد منهم الله يبارك عنده كذا عنده كذا يعيش حياة معينة، والآخر شوية برك لازم يقبل ظروفه، ما يلزمش تجي مرتو تقول كيف، لازم تجيب لي كيما مرت خوك، يقول انا يا انا هذا واش كاين، لو كان ترضى ما شاء الله تولي سعيدة جدا اذا رضات، ارضى بما قسم الله لك تكون اغنى الناس. القنيعة إلا ما كاش القنيعة الله غلب، إمام الشافعي قالها، قال إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ما إلا القنيعة تشور أول أم حشاملك سفن دوني ثمرة ثورة ما يوني ساسين والراوي سيون لبس به الله الله ذي عيش على سبثة زمرتيس إيوا يظن يظن ذيني قلان ذا خدام عادي ثمطوث بويسي مستقرارا إلا قنشي داوي ضم أماكن دي تساوي جماكي ثمطوث نغي والراويس دي قلان إلا قد تقفل هادي وما شاء الله رحمة ربي
والله الذي لا إله غيره. غير أسعد الناس الذين رأيتهم في حياتي وهم كثير من هذا النوع، راضين عادي، قسمت لأنه هذا أمر يسعدني أن أقول، يعني هذا الشعور لإخواني باش نقول يا سعد اللي عنده القنيعة، برك رضا كني قلة أمغار ثمغار ثثفغن ثفلاح ثدكش من كيف كيف، الله يبارك تجمع المال نسن ثغط نسن شطيف كي ثي بصلتني هبطط سني يخدم، لكني تسع السر دوني ما شاء الله. خطر موضوع النفقة موضوع كبير جدا، وعندنا قضايا بالآلاف على مستوى المحاكم سببها النفقة، النفقة. وسنسمح إذن مكوناتها، أشرت إلى العرف، العرف معتبر، العرف معتبر، حتى في تعريف العلماء للعرف تعريف جميل، قالك هو ما تعارف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم، هذه هم انسجموا مع هذا العرف، انتهى. نثني ساعة تعرفيث تعرفيث، بعد تأتي قواعد، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وقاعدة العادة محكمة، لأنه أبواب هذه في الفقه راهي معمرة بالقواعد الفقهية اللي تحسم الكثير من المسائل وكثير من قضايا الناس في المنازعات، حلها في الأعراف والعادة محكمة.